الحالة تبعنا. لغمة قبل 4 شهور عند الجامعة، وهذا الرحلة نتمنى أني عمر المال اللي يرقل كنا مشين. تكونت في قنص في اليد اليمنى ولي الآن سنة ونص، والحمد لله الآن سوف نذهب إلى تركيا للعلاج، ونشكر المؤسسة الرعائية واللجنة الطبية على الاستهمام في الجرحى والمرضى. أصبت في جبهة ثعبات بقذيفة هاون، لي حوالي يعني سنة كاملة على إصابتي، واليوم جاءت الفرصة لكي نسافر، ونتمنى أن نركب أطراف صناعية في دولة تركيا، وإن شاء الله نعود من جديد لنمارس حياتنا. ونشكر جمعية رعاية، ونشكر كل من بذل جهده. أصبت بحبل شوكي في الظهر، وقالوا سيسافروا، والحمد لله، ودحين إن شاء الله نرجع كل الحين بخير إن شاء الله. الطفل محمد عادل صادق عبد الرقيب تعرض لحادث في تاريخ 27/7/2015 نتيجة تفجير منزلنا تسلل الحوثيين إلى أجوار منزلنا في مديرية مشرعة وحدنان، ثم تم زرع بوات ناسفة شديدة الانفجار، ولم يبلغ أفراد الأسرة حتى بالخروج من داخل المنزل قبل الانفجار. لغموا المنزل ومنزل عمي، وفجروا الاثنين المنازل مع بعض، وافراد الاسره كامل داخل المنزل. الحمد لله رب العالمين، كان نحن مختبئين في غرفه البدروم، ولطف الله سبحانه وتعالى خرجنا الحمد لله باصابات خفيفه، وبعد شهر تفاجانا ان محمد ابني فقد سمعه تماما، يعني لا يسمع ولا يتكلم نهائيا. والان ان شاء الله نتمنى من الله عز وجل ان يروح الى تركيا ويتعالج ان شاء الله، ويعود بالسلامه ان شاء الله. والشكر الجزيل موصول لتركيا الذي بذلت كل الجهد في مساعدة جرحى تعز، والشكر الجزيل للأخوة المعنيين في محافظة تعز على الجهود المبذولة في مساعدة وتسفير الجرحى إن شاء الله. اسمي محمد باسم، والآن مسافرين إلى تركيا، وأتمنى أنهم يصلحوا لي الرجل أحسن رجل، وأرجع أمشي وأدرس. الحمد لله إصابتي كانت أقل ضرر من البقية اللي كانوا زملائي، راحوا جنبي وأنا أشوف. أنا إصابتي بالركبة، فقدت الركبة كامل، والحمد لله مؤمنين بقضاء الله وقدره، واللي كتبه الرحمن الرحيم يكتبه هنا في اليمن ولا في أي مكان، وقابل أي قرار من الدكاترة، يا أما باتر يا أما يصلح، والحمد لله أن احنا نكارد المقوس أينما كان.
بالاسم احمد مهيب سعيد البريهي قبهه الضباب، اصبت بالتبه الحمراء بلغم ارضي. الحمد لله بترت رجلي اليمنى وكسرت اليسرى وفقدت العين اليمنى، مش كثير علشان تعز الحمد لله. وان شاء الله بالسفر بعد السفر هذا نرجع واقفين على اقدامنا ونرجع نقاتل من جديد، نحن لهم بالمرصاد باذن الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا بالسلام بالصحة والسلامة إن شاء الله، وإذا تم رجوعنا بالسلامة إن شاء الله سوف نرجع إن شاء الله إلى الجبهات بإذن الله ونواصل المسيرة إن شاء الله. هذه عملية هذا احتاج الى عمليه هنا واحتاج الى عمليه في العمود. نحن في مؤسسة رعاية تنموية لأسر الشهداء والجرحى، نقوم اليوم بتسفير 156 جريح إلى دولة تركيا الشقيقة، وذلك بتمويل منها وبرعاية محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري. وفي هذه الأثناء نقدم الشكر الجزيل لدولة تركيا الشقيقة ولرئيسها رجب طيب أردوغان على ما قدموه من دعم لجرحى تعز وما يقدمونه دائما من خدمات لأبناء المحافظة. نحن اليوم في هذه الدفعة الأولى 156، وهناك دفعة قادمة إن شاء الله في القريب العاجل. الشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في خدمة جرحى محافظة تعز. أنا أحد جرحى المقاومة الشعبية محافظة تعز، أتقدم بالشكر الجزيل للأخ محافظ محافظة تعز الأستاذ علي المعمري وإلى قائد المقاومة الشعبية حموس سعيد المخلافي. كمان نوجه الشكر والتقدير للحكومة لدولة تركيا حكومة وشعبا، ووجه رسالتي لإخوان المرابطين في الجبهات ونقول لهم بأننا سنسافر إلى تركيا العلياق وقلوبنا وأعيننا تنتظر النصر القريب إن شاء الله. ونوجه رسالتنا لعبد الملك الحوثي ولعلي عبد الصالح، نوجه لهم رسالة بأن مهما ضربوا ومهما قصفوا ومهما عملوا لن يستطيعوا الدخول لتعز ولن يستطيعوا أن ينالوا مرادهم والنصر للمقاومة والذل والهزيمة للانقلابيين. نحن اليوم بعد ما يقارب 20 شهرا في مدينة تعز المحاصرة المدمرة، بعد هذه الفترة ونقف اليوم هنا مع جرحانا الأبطال الذين من الله عليهم بهذه المكرمة التركية بتسفيرهم وبهذا العدد 156 جريحا و44 مرافقا لهم، تعتبر كدفعة أولى من المكرمة التركية في تسفير هؤلاء الجرحى. بعد هذه الفترة وفي إطار التقصير الحكومي حتى نقول شكرا لتركيا ونقول لإخواننا الأبطال نسأل الله عز وجل أن تعودوا لنا سالمين من هذه الرحلة لتواصلوا مسيرتكم في بناء هذا الوطن.
من مدينة تعز تشكو من الحصار. هذا الحصار شكل لها عائقا سواء لقرحانة المتواجدين في المستشفيات او حتى لقرحانة المتواجدين على أسرة مرضهم في منازلهم. الحصار يعني عدم تواجد كثير من الكادر الطبي، عدم وجود كثير من الأدوية، وخصوصا لبعض الحالات المزمنة والحالات الخطيرة، يعني قلة في كراسي العناية المركزة وكراسي حتى الرقود في المستشفيات. كثير من المستشفيات أغلقت أبوابها أيضا بسبب الحصار. الضائقة المالية والاقتصادية للمواطنين بشكل عام وللمقاومين خصوصا، ثم لقرحانة كأخص الخصوص قلة المؤسسات العاملة والتي تقوم برعاية القرحة. وهنا نسجل شكرنا ونرفع قبعتنا احتراما لمؤسسة رعاية التي لا تألو جهدا في هذا الباب.